مرحبا بكم في رحلة مثيرة داخل عوالم الزراعة الاستوائية والصحراوية. في هذا الفيديو سنتعرف معا على قصص مدهشة من قلوب الصحاري الشاسعة، حيث يقف الجمل سفينة الصحراء شامخا بقوته وصموده وصولا إلى المناطق الاستوائية الدافئة، حيث يحظى الموز والأناناس بمكانة خاصة. ستتعرفون على دورة حياة هذه المحاصيل من تحديات زراعتها إلى مراحل الحصاد والتصدير، وكيف تمتزج جهود الطبيعة والبشر لتصل هذه الفواكه الطازجة إلى موائدنا. استعدوا لاستكشاف أسرار الطبيعة وتفاني المزارعين خلف كل ثمرة نراها. تابعونا. في قلب الصحاري الشاسعة والقاسية، حيث تسود ظروف قاهرة وتحديات بيئية لا تحصى، تظهر الحياة بقوتها وصلابتها على يد كائنات قليلة استطاعت التكيف بمهارة وسط بيئة تحتضن نهاراً حاراً تصل فيه درجات الحرارة إلى 50 درجة مئوية، وتعود لتهبط ليلاً إلى حافة التجمد. ورغم هذه الظروف الصعبة، يقف الجمل المعروف بلقب سفينة الصحراء كأيقونة صمود وتكيف استثنائي، فقد استطاع هذا الكائن البديع أن يحول صلابته وقوته إلى محور اقتصادي مهم يقدر بملايين الدولارات، كما أصبح رمزاً جذاباً يستقطب مئات الملايين من السياح الذين يرغبون في استكشاف ثقافة الصحراء وسحرها وأسرارها. عندما تصل الجمال إلى مرحلة النضج، تبدأ دورة جديدة في حياتها، حيث تنقل إلى مزارع كبيرة ومتطورة تضم مناطق خاصة للإسطبلات وأخرى للرعي. في هذه المزارع يتم توفير مساحات واسعة لتنقل الجمال بحرية، مما يعزز راحتها ويضمن تلبيتها لاحتياجاتها الطبيعية. كما تحتوي هذه المزارع على مرافق متخصصة لتربية صغار الجمال وكبارها على حد سواء، بحيث يحصل كل جمل على العناية اللازمة في بيئة محاكية تماماً للبيئة الطبيعية التي اعتاد العيش فيها، ولكن مع إضافة عناصر تكنولوجية لتنظيم حياته وضمان إنتاجيته. أما حليب الإبل فهو يتمتع بقيمة غذائية استثنائية ومكانة خاصة، حيث يتم جمعه بعناية في مناطق مخصصة للحلب تدار بعناية فائقة وبأيدي رعاة محترفين متدربين على التعامل مع الإبل. هذا الحليب ليس مجرد شراب عادي، فهو يعد ثروة غذائية بحد ذاته بفضل خصائصه البيولوجية الفريدة التي جعلته يتربع على قائمة المنتجات الصحية. يبستر حليب الإبل أولاً لضمان خلوه من البكتيريا الضارة، ليتم بعدها توجيهه لعدة استخدامات، بدءاً من صناعة الجبن وحليب الإبل المعبأ، وصولاً إلى مسحوق الحليب الذي يدخل في صناعة منتجات صحية وتجميلية تباع في الأسواق العالمية وتحظى بإقبال واسع من المستهلكين الذين يبحثون عن الفوائد الغذائية والجمالية. ولا يتوقف العطاء عند الحليب فقط، فهناك أيضاً لحم الإبل الذي يعرف بنكهته الغنية وفوائده الصحية، ويترك لدى من يتذوقه انطباعاً لا ينسى. تعالج قطع اللحم داخل المصانع الحديثة باستخدام تقنيات متطورة تلتزم بأعلى معايير النظافة والجودة، لتقديم كل قطعة لحم في عبوات آمنة تحفظ سلامتها وقيمتها الغذائية. هذا إلى جانب العديد من المنتجات الثانوية التي تستخلص من الجمل، مثل الجلود والصوف التي تستخدم في صناعات متعددة، بدءاً من صناعة الملابس والأحذية وصولاً إلى المفروشات، مما يعزز دور الجمل الاقتصادي ويجعله جزءاً أساسياً من حياة سكان الصحراء واقتصاداتهم. في قلب المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية، حيث تجد الطبيعة أجواء دافئة ملائمة لنمو النباتات، يتفرد نبات الموز بكونه سهل الرعاية والنمو، إذ يمتاز بقدرته على التأقلم مع البيئات المتنوعة. لكن
على الرغم من بساطة العناية به، يواجه الموز تحديات عديدة تجعل من زراعته أمراً يحتاج إلى خبرة وتفان من قبل المزارعين، إذ يتطلب هذا النبات تسمينداً منتظماً كل شهرين إلى 3 أشهر لضمان نموه بشكل جيد والحصول على إنتاجية عالية تلبي احتياجات السوق العالمية. كما تظل نباتات الموز عرضة للهجمات المتكررة من الآفات الزراعية التي قد تسبب خسائر فادحة إذا لم تتخذ إجراءات الحماية المناسبة. ولذا يحرص المزارعون على تنفيذ استراتيجيات فعالة لمكافحة الآفات للحفاظ على سلامة المحصول وضمان جودته حتى الوصول إلى لحظة الحصاد. وحين يحين موسم الحصاد يستعد المزارعون للقيام بعملية جني العناقيد الكبيرة من الموز، حيث تعد هذه المهمة شاقة وتتطلب جهداً كبيراً خاصة في المزارع الكبيرة التي تمتد لمساحات واسعة. وللتغلب على التحديات المرتبطة بهذه العملية تبنت العديد من المزارع الكبيرة أنظمة كابلات مبتكرة تساعد في نقل العناقيد من الحقول إلى المستودعات. هذه التقنية تقلل من الجهد البدني المبذول وتسهم في تحسين كفاءة عملية النقل، مما يضمن وصول المحصول إلى مرحلة التعبئة بأقل نسبة من التلف. بعد الحصاد يخضع الموز لعملية تغليف دقيقة تهدف إلى حمايته من العوامل الخارجية خلال النقل الطويل إلى الأسواق، بحيث يصل إلى المتاجر في حالة ممتازة. وفي المتاجر يظهر الموز بلونه الأصفر الجذاب الذي يميز هذه الثمرة ويجذب أنظار المستهلكين. يخضع الموز لمراحل نضج متتالية والتي تمتد عبر 7 مراحل تتيح للمستهلك اختيار الثمار بناء على مستوى النضج المناسب، سواء كان ذلك للأكل الفوري أو للتخزين لفترة أطول. توفر هذه المراحل للمستهلك مرونة في الشراء، مما يعزز من جاذبية الموز كخيار مثالي في الأسواق. على الجانب الآخر من المناطق الدافئة يظهر الأناناس كفاكهة مبهجة وذات شعبية واسعة، حيث تصل إنتاجيتها السنوية إلى 50 مليون طن عالمياً. تعد ثمرة الأناناس ليست فقط رمزاً للانتعاش في الموسم الصيفي، بل هي أيضاً أيقونة لجودة الحياة. في مصانع التصدير تمر ثمرة الأناناس بمراحل دقيقة من المعالجة، حيث تبدأ بغسلها جيداً لإزالة الأتربة من كل عين من عيونها، وهي خطوة ضرورية تضمن نظافة الثمرة. تستخدم مضخات مائية ذات ضغط عال لهذه العملية، ثم تنتقل الثمار عبر سيور ناقلة إلى مناطق التجفيف لضمان عدم وجود رطوبة تؤثر على جودتها عند التصدير. الأناناس الطازج يحظى بمكانة خاصة في الأسواق العالمية، حيث يزين بملصقات جذابة ويرتب بعناية في سلال لتقديمه للمستهلكين بشكل مميز وجذاب. إلى جانب الأناناس الطازج تنتج المصانع أيضاً الأناناس المعلب الذي يلقى رواجاً كبيراً في مختلف الأسواق، لما يتمتع به من طعم لذيذ وسهولة في التخزين والاستخدام. وتستمر رحلة الأناناس الطويلة بدءاً من زراعته في الأراضي الخصبة حتى لحظة تصديره، ليصل إلى موائد المستهلكين في أنحاء العالم ويصبح جزءاً من تجاربهم الغذائية. وهكذا
نرى كيف أن دورة حياة هذه المحاصيل الحيوية الموز والأناناس تمثل رحلة من العمل الدؤوب والتفاني من قبل المزارعين والعاملين في الصناعات الزراعية. يسعى الجميع لزيادة الإنتاجية وتقديم فواكه بجودة عالية تضيف نكهة مميزة لمتاجرنا وتغذي حياتنا اليومية. إنها حقا حكاية ملهمة تروي كيف تتكامل عناصر الطبيعة مع جهود الإنسان لتقديم خيرات الأرض في أبهى وألذ صورة. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الإعجاب به والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. دمتم بخير وإلى اللقاء.